بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. معاكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض لايف ستريم مع طلاب جريد 5. أنا مستني دقيقة بالظبط لما زمايلكم يدخلوا، إن شاء الله نبدأ اللايف ستريم ده مع بعض. أتمنى بس الناس اللي تدخل تعرفني إن هي موجودة وتقول لي يا مستر إحنا سامعينك أو لأ، يعني ما أعرفش الصوت مسموع أو لأ. تمام، انا ملاحظ ان الناس بدأت تدخل اهو. اهلا وسهلا يا شباب، منورين. بعمل بس البوست للناس اللي موجودة على الفيسبوك عشان يبقوا عارفين ان احنا يعني دخلنا لايف وهنبدأ حالا. انا ما اعرفش انتوا سامعيني ولا لا، يا ريت اللي سامعني بس يكتب ان هو سامعني. اهلا بيكم يا شباب، منورين. اهلا وسهلا بيكم. انا بس ببعت اللينك للناس، ان ما اعرفش هم عارفين ان احنا لايف ولا لا. انا ما اعرفش لسه البث المباشر بيوصل للناس كلها ولا لا، بس انا اعتقد ان هو بيوصل لعدد كبير منكم يعني. فاهلا بيكم ومنورين. اهلا وسهلا بيكم. اعتقد كده حتى كمان الشات بتاعكم ظهر، صح؟ الشات بتاعكم كده موجود ظهر. اهلا وسهلا بيكي من سوريا، اهلا وسهلا. المهم جدا انك تفعل جرس التنبيهات. يعني حبيبي بتقول انا مفعله جرس التنبيهات، انا شخصيا ما اعرفش ايه جرس التنبيهات، بس غالبا هو علامه كده، علامه جرس، لما بتدوس يعني سبسكرايب او اشتراك وبتفعلها بتجيلك يعني الاشعارات اللي هي النوتيفيكيشنز يعني. طيب خليني اوضح ان اللايف ده ليه سنه خمسه، و مهم جدا ان كل اللي حاضرين يكونوا من سنه خمسه. لو انت مش في سنه خمسه فمش هيفيدك قوي اللايف ده، لان احنا هنتكلم بالتفصيل شويه مع جريد 5. ماشي، اهلا وسهلا يا جنى، واهلا يا اياد، منور. انا في انتظار بس ان زمايلكم كلهم يدخلوا وبعدين نبدا كده نتكلم. طيب يعني يا ريت في الوقت ده اللي مثلا يعني حابب ان هو يعمل لايك يعمل لايك، علشان يعني نعرف الناس ان احنا موجودين وتعرفوني ان انتوا حابين البث. طيب مبدئيا انا مستر احمد الباشا، وفي منكم اللي كان معايا السنه اللي فاتت وفي منكم اللي ما كانش معايا، وانا ما اعرفش بصراحه انتوا متابعين من قد ايه القناه يعني، ولكن انا متشرف بيكم جدا ومتشرف بوجودكم جدا، وانا حابب وجودكم في القناه وحابب ان انتوا تكونوا موجودين دايما. احنا بنعمل ايه هنا؟ احنا بنعمل بث مباشر. انا يعني متوقع ان هو يكون في فتره الدراسه موجود، واحنا بنعمل اللايف ده بهدف ان احنا نتواصل مع بعض. انتوا عارفين ان في فيديوهات، ان انا بنزل الفيديوهات الشرح على القناه هنا وبشرح كل حاجة بالتفصيل، ولكن أنا حابب شوية يكون في تواصل ما بينه، يعني برضو زائد الفيديوهات زائد إن أنت تتفرج على الفيديوهات وتشوفها يكون في تواصل ما بيننا. ففكرت في فكرة إن نذاكر الفيديوهات عادي كل سنة وتشوف الدرس، وفي كل أسبوع يعني في كل أسبوع نتقابل مرة. في المرة دي ممكن إن إحنا خلال الدراسة نحل امتحانات، أديكوا إكسرسايز لو حد عنده سؤال ناقص. فهيبقى في فيديوهات شرح، يعني في فيديوهات شرح عاديه جدا، زائد فيديوهات الشرح دي هيكون في لايف اللي احنا فيه دلوقتي، واللايف ده هدفه ان احنا نتواصل مع بعض. فاللي حابب الفكره دي ممكن ان هو يقول لي دي فكره كويسه، واللي مش حاببها خلاص. يعني بمعنى ان احنا بننزل الفيديوهات عادي زي كل سنه، انا بس مزود حته ان يبقى في لايف ما بيننا كل يوم، كل اسبوع قصدي، ونتقابل بسيط كده ندردش مع بعض واطمن ان انتوا ماشيين، ولو حد عنده مشكله نحلها.
هو عدي بيقول لا الفكرة مش حلوة، وهال وهال أو حلقة أو هالة بتقول الفكرة كويسة. في حد يقول من أحسن الناس، شكرا، دي فكرة كويسة جدا. طيب حلو، في ناس بتقول إن الفكرة كويسة. هي الفكرة مش معمولة، يعني عاوز أقول لكم الفكرة مش معمولة في أي حتة. يعني هي فكرة إن أغلب الناس أو أغلب التيتشرز المدرسين بتنزل الشرح بس، الشرح بس. أنا عاوز أزود على الشرح فكرة إن يكون في أسبوعيا بس بنتقابل فيه نتكلم مع بعض، مش للشرح على قد ما هو حل أسئلة، تفكير مع بعض، لو في مثلا امتحان عاوزين تاخدوه أعمل لكم امتحان ونجاوب مع بعض وهكذا. طيب الناس ما شاء الله بتقول الفكرة كويسة، حلو قوي. لا مفيش مشكلة. المهم يا شباب خلينا نفكر مع بعض ان احنا هندرس ايه السنه دي في سنه خمسة. اولا اللي موجود، اهلا يا سناء، منوره يا سناء. البث لسه بادئ. احنا ما عملناش حاجه، احنا لسه بندردش مع بعض شويه كده، وباخد رايهم في فكره اللايف ستريم، وبقول لهم ايه رايكم في اللايف ستريم. وعلى فكره اللايف ستريم ده، منوره يا ريتاج، اللايف ستريم ده لكل مراحل الساينس، يعني من جريد 4 لحد ثالثه اعدادي. انا بس اتمنى ان الناس تعمل لايك علشان يعني اللايف يكون احسن. طيب احنا اللايف ده هيكون لكل مراحل جريد 4 و5 و6 و7 و8 و9، يعني من رابعه لثالثه اعدادي. امبارح عملت جريد 4 وكان حلو ومسلي، وقعدنا كده يعني ايه لعبنا شويه كده مع بعض. مش لعبنا على قد ما احنا ايه، هم لسه صغيرين في سنه رابعه فما كانوش عارفين الساينس وخايفين منه، فاحنا بدانا ندردش فيه. النهارده احنا في جريد 5 واحنا عارفين يعني ايه ساينس، وعارفين ان ساينس هو حاجه مهمه. انا هقفل بس الشات دلوقتي، يعني هقفل الشات عشان بس نتكلم مع بعض. الساينس من اهم المواد، مش اهم ماده، يعني هو مش الماده الوحيده المهمه، ولكن كل المواد مهمه والساينس كمان ماده مهمه. الساينس بيهتم بتكنولوجي، بيهتم بليفنج اورجانيزمز اللي هي الكائنات الحيه، بيهتم بسبيس بالفضاء، بيهتم ب how to develop يعني our community، ازاي هنطور المجتمع بتاعنا. فالساينس بيتكلم في حاجات كتير جدا، بيتكلم عن الكائنات الحيه وحاجات كتير، حتى الاختراعات والكلام من ده. فاحنا السنه دي خدنا طبعا في جريد 4 مجموعه مواضيع، خدنا ذا سيل، وخدنا المفروض ان كان في درس عن الالكتريستي، بس احنا للاسف ما خدناش الدرس اللي هو بتاع الالكتريستي ده. ممكن المره اللي جايه ندردش فيه شويه. على فكره احنا كان في جريد 4 في اخر درس او درسين كان في درس بتاع الكتريستي، ممكن المره الجايه ندردش معاكم فيه لو احنا عملنا المره الجايه. انا ما اعرفش السنه المره الجايه ولا لا. طيب احنا يا مستر هناخد ايه السنه دي؟ احنا السنه دي ان شاء الله هناخد 8 دروس. الثمان دروس دولت في 3 يونتس، في 3 يونتس. يبقى احنا عندنا يونت 1 وعندنا يونت 2 وعندنا يونت 3. ركزوا بقى معي ماشي. انا شايف التعليقات بتاعتكم، ومنور يا حمزه ومنور يا احمد، بس ركزوا معايا دلوقتي انا هشرح كده حاجه مهمه. حابين تعرفوا المنهج اللي انتوا هتدرسوه اسماء الدروس ايه، ولا دي حاجه مش مهمه بالنسبه لكم؟ اهلا يا جنى. الفيس كام دي مش معرفش ايه فيس كام، ده اللابتوب بتاعي. هو انا كل يعني انا لو اللايف كان عاجبكم هناخد ان شاء الله كل يوم حد. يعني الالكتريستي اول مره اشوف كلمه الكتريستي بالعربي يا سمر. طيب نعرف اسماء الدروس، نعرف اسماء الدروس. اولا احنا عندنا مجموعه من الليسنز متقسمين على 3 يونتس، على 3 يونتس. اول يونت فيها مجموعه دروس وفيها 4 ليسنز. اول يونت عندنا فيها 4 ليسنز. لو سمحتوا ركزوا ماشي، لو سمحتوا ركزوا في اللي انا هقوله ده علشان يعني ايه يبقى اللايف ليه اهميه وليه افاده. في الاساس سنه 5 سهله، واي حد يقول لك سنه 5 صعبه ما تصدقش،
لان اصلا المواضيع اللي هي موجوده في سنه خمسه او جريد فايف هي سهله جدا، متقسمه الدروس دي تو ليسنز تو ليسنز تو ليسنز تو ليسنز، يعني كل اتنين ليسنز، ركزوا معايا، سيبكم من الشات دلوقتي، كل تو ليسنز متقسمين مع بعض شبه بعض. يعني اول درس بيتكلم عن حاجه، دي اسمها ايه؟ حد عارف اللي انا عملته ده ايه؟ ده اللي هو ده ايه؟ ده حد عارف ده ايه؟ انا قصدي ايه لما نورت كده؟ انا جاوبتها اصلا. حد عارف انا كان قصدي ايه لما عملت النور كده؟ كان قصدي ان احنا هندرس حاجه ليها علاقه بايه؟ ده. واضح ان انا حاجه ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بالضوء، صح ولا لا؟ يبقى اول درس عندنا بيتكلم في لايت، صح ولا لا؟ واضح جدا الايه؟ واضح جدا اللايت. تصدق لما عملت اللايت كده احسن، انا عاوز ازود الاضاءه، انا كنت قاعد في الضلمه. طيب المهم، يبقى اللايت ده اول درس احنا هناخده. فاول درس عندنا اسمه لايت، خلاص. تاني درس اسمه seeing colored objects. اسمه ايه تاني درس عندنا؟ هو اسمه seeing colored objects. اوريك ازاي colored objects بقى. مثلا بص، انا جنبي ايه؟ انا جنبي دي. ده ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ طبعا دي اي حاجه يعني مالكش دعوه بيها. ايه الفرق بين الحته البلاستيك دي وحته البلاستيك دي؟ الكار، اللون. طيب هو السؤال بقى ده في تاني ليسون بقى، احنا هنا في تاني ليسون. هو السؤال، حاضر انا هشيل بس انا مش عاوز الشات، يعني انا مش عاوز الشات اصلا، ماشي؟ ركزوا معايا. الدرس التاني بيتكلم عن فكره ان انا ليه بشوف ليه ده ريد وليه بشوف ده وايت. واحنا ممكن نعمل حاجه اصلا، خليني كده اقول لك. انا لما بص كده، مش عارف ايه هبان ولا لا، بس انا ما اعرفش، انا بجرب معاكم. هتشوف ايه ده ازاي؟ مش عارف، مش باينه قوي، بس انا بحاول ان انا اوريك حاجه ان ده ليه لون، ده ليه كولر. وفي الليسن الثاني اللي هو ليسن نمبر 2 احنا هنعمل ديسكشن ان هاو وي كان سي ذا كولرد اوبجكتس، ازاي احنا بنشوف الالوان وانواع الحاجات. لانه يعني اللي مثلا في حاجات ترانسبيرنت، في حاجات شفافه، زي يعني انت بص على ايدي كده، شايف ايدي اهو، صح؟ وعمال احرك ايدي اهو من ورا الايه اللي ده. طيب انت كده شايف ايدي من ورا الابيض ده، من ورا الورق، انت مش شايف ايدي اللي هو الابيض، لان الابيض الورق ما بيعديش الايه، ما بيعديش الضوء. وهنفهم الكلام ده كله. المهم ان الدرس الثاني بيتكلم عن seeing colored objects، بيتكلم على الالوان وازاي ان احنا بنشوف الالوان، خلاص. دقيقة وهكون معاكم تاني، ماشي؟ أنا دقيقة بالظبط وهكون معاكم تاني. سوري بس كان في حاجة لازم، لا البس هيكون متسجل، بس كان في حاجة بس بظبطها كده في اللايف لأن كان في مشكلة. فإحنا عندنا أول درس بيتكلم على فكرة اللايت نفسه، ماشي؟ والدرس التاني بيتكلم على seeing colored objects، إزاي إن إحنا نشوف الحاجات الملونة، خلاص؟ طيب نكمل معرفة الدروس ولا نتكلم في حاجة تانية؟ يعني أنا قلت أول درسين بيتناقشوا عن إيه؟ نكمل؟ هرجع افكركم ان احنا هنا، ازيك يا ياسر؟ هرجع افكركم ان احنا هنا في اللايف ده احنا مش بنشرح، يعني احنا مش هدفنا هنا ان احنا نشرح الدرس. احنا هدفنا هنا، ماشي، ان احنا نناقش الدروس مع بعض. وبما اننا في اجازه فاحنا مش هنشرح حاجه، احنا بس هنتعرف على اسماء الدروس. وفي الدراسه ان شاء الله، وفي الدراسه باذن الله
هناخد مع بعض الدروس بقى بالتفصيل. طيب نرجع تاني، يبقى احنا قلنا اول درس عندنا اسمه لايت، وتاني درس اسمه سينج كولورد اوبجكتس. اول درس بيتكلم عن اللايت، عن الضوء، وازاي ان الضوء ده هنعرف بعد كده ان هو ترافل ان ستريت لاين، وايه طبيعه الضوء واللي هو اللايت يعني، وهنتكلم عن تفاصيل كتير جدا بالنسبه لللايت. الدرس الثاني بيتكلم عن الكالرز، سينج كولورد اوبجكتس، ازاي ان انا اشوف الحاجات الملونه. الدرس الثالث بيتكلم عن ده، حد عارف ايه ده؟ انا هعمل الشات عشان اعرف انتوا بتقولوا ايه. ده ايه، حد عارف؟ بص كده انا معايا مسمار صغير، معايا ربع جنيه ده على فكره. بص ده ايه بقى ده؟ لا بالانجلش بقى، ما نتكلمش عربي خالص بقى خلاص. ده ايه ده؟ ايه الحاجه الديفايس الغريب ده؟ بص على فكره قوي جدا، مش عارف اشد. بص اهو قوي جدا، ما مش هنقول بالانجلش، سوري مش هنقول بالعربي، يا ريت بالانجلش. يعني في منكم اللي مش عارف يكتبها قوي، ولا واحد كتبها صح. لا في اسماء كاتبها صح. انا شوفوا التعليقات طبعا عشان تعرفوا هتتكتب ازاي. اولا ماجنت بالعربي ما بتتكتبش بالعربي، بتتكتب بالانجلش. ماجما اللي انت كاتباها دي محمد ابو خيرك غلط. غلط ساوندز غلط. لا انا دي سماعه، بس هي ايه اصلا، هي ايه الجهاز ده؟ ماجنتيك كل ده كاتبه غلط. ماجنت نوها كاتباها صح، وروجي ومحمد هاني ونو نيم اب كاتبها صح برضو. كده بداتوا تكتبوها صح يعني. بص على تعليق يوسف جيمنج اللي هو ده اللي ظاهر ده صح، وطبعا ناس كتير جدا كاتباها صح. فاحنا عندنا ايه؟ فاحنا عندنا ان ده اسمه ماجنت، ده اسمه مغناطيس. وانت عندك في البيت، انا لو دورت هنا هلاقي مغناطيسات كتير جدا عندي، مش عارف فين تاني، في عندي كتير، بس في كل حته هتلاقي في ماجنت. الماجنت ده قصه كبيره جدا، و الماجنت ده اكتشفوه من سنين كتيرة قوي، ماشي، من حوالي 2000 years، من حوالي 2000 سنة، وكان في بلد اسمها ماجنيزيا. القصة دي حقيقية، وكان في راعي غنم، وراعي الغنم ده كان ماشي، وبعدين لقى كان معاه عصاية كده، والعصاية دي كانت حديد، والعصاية دي كانت حديد، عصاية الراجل اللي هو راعي الغنم ده كانت حديد، ودي قصة حقيقية. وبعدين ماشي هو كده فبيعمل الغنم بتاعه، فلقى الايه، لقى العصايه بتاعته لزقت في صخره، اتجنن وقال ايه الموضوع ده، ده ازاي العصايه، او ازاي طبعا هي حديد، ازاي الحديد مسك في الصخره، وكانوا خايفين ومش عارفين، وقال لك عفاريت وبتاع. وبعدين لما العلماء جم درسوا الموضوع ده، لانهم مش عفاريت ولا حاجه، ده لقوا ان الموضوع عباره عن ان في ماده او روك، الروك ده اسمه ماجنتايت، وده كان صخرة وفيها صفات الماجنتيزم، فيها صفات يعني التجاذب، ان هي تشد اي حاجة made of iron، اي حاجة مصنوعة من الحديد، iron يعني حديد، ماشي، اي حاجة مصنوعة من الايرون هو كان بيشدها. ومن هنا جت فكرة الماجنت، وبدأوا بقى يعملوا حاجات، ماشي، artificial. يعني ايه artificial؟ يعني صناعي. يعني الماجنت ده هل ده حاجة طبيعية؟ يعني هل أنا بروح الصحراء، هل أنا بروح الصحراء ألاقي المغناطيس ده في شجرة مثلا متعلق كده، اللي هو ده اللي هو قدامي السماعة دي، ولا دي حاجة صناعية؟ يعني ده طبعا احنا بنقولها بالعربي عشان احنا ما عرفناش بالانجلش، هي المفروض بالانجلش اسمها artificial، وعشان كده الكلمات مهم جدا ان احنا نعرفها، ماشي. انا كنت نزلت كورس كلمات كان فيه كلمات دي كلها. artificial يعني صناعي. ده بقى artificial ولا natural؟ natural يعني طبيعي. المهم ان ده انا متاكد ان انتوا قصدكوا ان ده صناعي، احنا اللي عاملينه اشكال منه. بص ده مدور ازاي. وطبعا طب اقول لكم حاجه، بص ده مغناطيس، شايف الصغنن ده؟ انتوا اكيد عندكم واحد زي ده في البيت. بص ده مغناطيس اهو، اللي هو الايه، اللي هي البتاعه الصغيره دي. طب هل ده كده حاجه طبيعيه؟ طبعا دي لا مش حاجه طبيعيه، دي حاجه artificial. وبداوا ان هو يعملوا ايه، ان هم يعملوا ايه، لو انت بصيت هنا هتلاقي ان في كهرباء، والكهرباء او الالكتريستي دايما ليها علاقه بالماجنت. فبداوا يعملوا علاقه بين الماجنت
بين المغناطيس وبين الالكتريستي. فاصبح الليسن الرابع عندنا، الليسن فور عندنا، بيتكلم عن ماجنتيزم اند الكتريستي. يبقى احنا عندنا درسين، الدرسين دول بيتكلموا عن ايه؟ الدرسين دول بيتكلموا، او اللي هما الدرس الاول بيتكلم عن الماجنت، والدرس الثاني بيتكلم عن ماجنتيزم اند الكتريستي. عندك انت بقى، لو انت عندك مغناطيس في البيت قول لي انا عندي مغناطيس. عندك ولا ما عندكش؟ عندك ماجنت في البيت ولا ما عندكش؟ لان انا هخليك تدور في البيت عندك على حاجات. يعني شاطره يا جانا، هو الصوت مسموع كويس ولا بيقطع؟ ازيك يا احمد عامل ايه؟ منور يا احمد. طيب كويس. في اشكال على التلاجة فعلا، يعني في حد بيقول ان في اشكال على التلاجة، بتتلزق على التلاجة كده مغناطيسات. طيب السؤال بقى هنا، طبعا انا هرجع اقول لكم، يا ريت اللي مش عامل لايك يعمل لايك، علشان دي حاجة مهمة لو انت حابب تعمل لايك يعني. بس انت السبورت، الدعم اللي ممكن تعمله انك تعمل لايك لو اللايف ده عجبك، لان ده بيفيد بيفيد الايه القناه وبيفيد اللايف بعد كده. المهم السؤال هنا، انا لو عندي ماجنت، هل المغناطيس ده بيلزق في اي حاجه؟ انا لو عندي ماجنت، اهلا يا جان، هل الماجنت، واهلا يا ايام، بيلزق في كل حاجة كل حاجة، ولا حاجات وحاجات؟ المعدن بس، خلينا نسمي الحاجات بالانجلش، معدن يعني ميتال. احنا طبعا بنتكلم دلوقتي، انا بس بقول لكم حاجة مهمة، احنا بعد كده مش هنكتب عربي خالص، احنا بعد كده انجلش، ومحدش يكتب مغناطيس، يكتب ماجنت، ماشي؟ لو سمحتوا، احنا لو حاولنا نجيب الماجنت ده ونقربه من القلم مش هيلزق في القلم، ما بيلزقش في القلم. انما لو جبت مثلا، عاوز اجيب حاجه تلزق فيه، اجيب ايه؟ مش لاقي حاجه. انا جبت مثلا، جبت مسمار، بص كده، بص انا معايا ايه؟ معايا مسمار. المسمار ده حد عارف مصنوع من ايه؟ هل كابر ولا ايرون؟ المسمار ده هل مصنوع، اكتبوا لي كده، هل مصنوع من الكابر ولا ايرون؟ ميتال او ايرون، صح ولا لا؟ طيب it will attract to the magnet. بص كده هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه بيتشد. بص هتلاقيه بيتشد، حتى احنا بص عمالين نلعب دلوقتي، انا بحب العب بالمغناطيس جدا على فكره. بص بص المسامير عامله ازاي، لان بص المسمار الاخير ما وقعش. ليه؟ لان اتنقلت القوه للماجنتيزم، اتنقل ليه، راح ليه، فاهم؟ طيب يبقى كده الماجنت بيقدر يشد حاجات. ان انا بص بص مثلا التيشو، المنديل، لو انا معايا تيشو، بص التيشو مش هيلزق فيه. ففي حاجات، ماشي، في حاجات بتتنقل، سوري، الماجنت يقدر يشدها، يعني في حاجات الماجنت يقدر يعمل لها اتراكت، وفي حاجات الماجنت ما يقدرش يعمل لها اتراكت. مهمتك انك انت تدور على حاجه اسمها ماجنتيك ماتيريال and non-magnetic material. احفظ الحاجتين دول عشان انا هستنى التعليقات تحت. ازيك يا ملك. magnetic material، كلمة magnetic material the materials which is attracted to the magnet، يعني الماتيريالز اللي هتشد للماجنت. عاوزك تكتب لي في التعليقات ثلاث حاجات يكونوا magnetic وثلاث حاجات يكونوا non-magnetic. انت دور بقى، يعني مثلا انا همشي في الشقة هدور على الكاربت هلاقيها نوت اتراكتد، هدور على مثلا، او هفكر في الماجنت، في مثلا ايرون شير، كرسي حديد، الايرون شير والاتراكت، فاهم الفكره؟ وهكذا. فانا عاوزك تكتب لي ثلاث حاجات الماجنت بيعمل لها اتراكت، زي الايرون نيل مثلا. ممكن تدور على اي حاجه بقى، انا مش في بالي حاجه دلوقتي، ممكن تدور، ماشي، وتقول. والكي، برافو عمر كاتب الكي، كي يعني مفتاح البيت، مفتاح الشقه ممكن. فعموما دور كده واكتب لي في التعليقات ثلاث حاجات اتراكت وثلاث حاجات نوت اتراكت. يبقى كده يا شباب يونت 1 خلاص، انا كده شايف التعليقات بتاعتكم. يونت 1 بتتكلم عن 4 ليسنز، اربع دروس، والاربع دروس اتنين منهم بيتكلموا عن اللايت، عن الضوء،
ودول درسين سهلين وحلوين قوي اصلا، بحبهم يعني، هتلاقيهم مسلين جدا. ودرسين كمان بيتكلموا عن الماجنت او الماجنتزم، ماشي، بيتكلموا عن الماجنت او الايه او الماجنتزم. هندخل بقى بعد كده في يونت 2، ندخل في يونت ايه، ندخل في يونت 2، موضوع تاني خالص وموضوع مهم جدا. والموضوع ده بيتكلم عن حاجه اسمها ميجاتشرز اند سوليوشنز. يعني اليونت 2 بتتكلم عن موضوع غريب شويه. كلنا بنحب الميجاتشر على فكره، ان مثلا انا لو دخلت المطبخ وقمت جايب جميع المكونات على بعض، دخلت مثلا جبت استروبري فراوله على بنانا على ابل على اي حاجه وعملتهم في الميكسر في الخلاط وقمت شارب ده كله، ده حاجه اسمها مخلوط، حاجه اسمها ميكتشر. فالدرس الاول بيتكلم عن فكره ميكسنج الحاجات مع بعضها، انك انت تجيب حاجات وتحطها على بعض والحاجات دي هيطلع لك نتيجه. يعني مثلا الراجل اللي بيبني البيت، بتشوف انت في حاجه اسمها كونكريت. الكونكريت ده اللي هو لما بيكونوا بيبنوا عماره بيجيبوا الرمله على الاسمنت على الزلط على حاجات ويخلطوا ده كله ببعضه ويطلعوا ايه، بتلاقي فيه بتاع بتلف كده وبتخلط الايه وبتخلط الاسمنت ببعضه والحاجات دي، دي كده ميكتشر. ده حاجه اسمها ميكتشر، حاجه اسمها مخلوط، انك تخلط الحاجات ببعضها. الموضوع يبان سهل اللي هو ايه حاجات بنخلطها ببعض. انت عارف ان الادويه بتبقى حاجه بيور ولا ميكتشر؟ انا بس عاوزك تاخد بالك من كلمه ميكتشر. شايف كلمه ميكتشر اللي قدامك دي؟ لو انا مثلا دكتور وبعمل دواء، الدواء ده بيكون حاجات على بعضها وفي الاخر بديها للمريض يشربها، ولا بتبقى حاجه واحده بس من الطبيعه؟ يعني اللي صنع الدواء ده قعد يعمل تجارب وحط حاجه على حاجه على حاجه على حاجه لحد ما وصل للدواء، ولا هو كل دواء ده عباره عن شيء بيور حاجه واحده؟ تفتكروا ايه؟ تفتكروا الميديسن عموما مصنوع ازاي؟ انا هوريكم التعليقات بتاعتكم، انا شايف التعليقات بس هوريها لكم عشان برضو ايه تستفيدوا من بعض. يعني ميكتشر، صح كده، ميكس، برافو، ميكتشر، خلاص، حاجات كتير. فدي اهميه ان احنا ندرس درس زي ده، ان احنا مثلا برافو ميكتشر. وبالتالي انا لو دكتور او انا لو صيدلي، فانا محتاج ان اتعلم هاو تو ميك ا ميكتشر، ازاي ان انا اقدر اعمل ميكتشر مع بعضه. والسوليوشن، السوليوشن ده اللي هي الحاجات اللي دايبه في الميه. انت مثلا واحد عايش في الصحراء ومفيش قدامك غير البحر، ركز في الموضوع ده، ومفيش قدامك غير البحر وعاوزين نشرب ميه، ميه البحر دي حد عارف السي ووتر، السي ووتر بتتكون من ايه وايه؟ يعني السي ووتر ايه الفرق، ايه الفرق بين ميه البحر وميه النهر؟ حد عارف المعلومه دي؟ هي حاجه سهله طبعا بس يعني بنفهم من بعض. ايه الفرق ايه بين ميه البحر وميه يعني ميه البحر وميه النهر؟ سولت ووتر، برافو سهام، قالت لك سولت ووتر، سولت، برافو يا عدي، وبرافو يا روجي، البحر ميه مالحه، صح كده، وبرافو، وميه وملح، برافو، صح صح. يبقى الفرق بين، طب احنا علشان نشرب الميه دي مش هينفع نشربها بالملح بتاعها، وبالتالي احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل عمليه فلتريشن، او عمليه قصه تانية خالص غير الفلتريشن كمان، ممكن نعمل ايفابوريشن، نبخر الميه اللي هي اللي دايبه في المال او الملح اللي دايب ده نرسبه لوحده ونفصله ونشرب الميه دي. فاحنا مهم ان احنا ندرس السوليوشن. كلمه سوليوشن يعني ميه ودايب جواها حاجه، او في ليكويد والليكويد ده دايب جواه حاجه. مفهوم يا شباب؟ طيب يبقى دول درسين، والدرسين دول مع بعض كده بيتكلموا عن حاجه اسمها سوليوشن. حاجه اسمها ايه؟ سوليوشن. يبقى احنا عندنا اول درسين اتكلموا عن اللايت وهاو تو سي كالرد اوبجكتس، دول اول درسين بيتكلموا يعني عن الحاجات الملونه وعن الضوء وكده. وتاني درسين بيتكلموا عن الماجنت، عن المغناطيس، وبيتكلموا عن علاقه الماجنت بالالكتريستي. والدرسين اللي بعد كده اللي هم نمبر 5 و 6 بيتكلموا عن، او فيريون 2 يعني بقى، بيتكلموا عن ميكتشر اند سوليوشن. عندنا بعد كده بقى اليونت الثالثه بتتكلم عن حاجه اسمها انفايرمنتال بالانس. والانفايرمنتال بالانس قبل ما نتكلم عنه، يا ريت لو حد مش عامل لايك يعمل لايك، لان انا عندي حوالي 500 واحد بيشوفوا اللايف وفي منهم حوالي 200 ما عملوش لايك، ودي حاجه بتفرق معايا جدا يعني.
فيا ريت نعمل لايك علشان ده بيبقى حاجة كويسة لللايف، عشان ناس تانية تعرف ان احنا بنعمل لايف. متعب اللايف على فكرة، مش حاجة سهلة يعني، بس احنا مع بعض يعني، انا بحب اشتغل معاكم. هدف اللايف ده في الدراسة ان شاء الله هيبقى لحل اسئلة، لو انتوا حابينه يعني، هيبقى في الفيديوهات عادي، الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها عادي، وزائد الفيديوهات ممكن نتقابل مرة كل اسبوع زي ما الوقت بتاعي يسمح يعني. تعالوا نكمل. فاحنا عندنا حاجة اسمها environmental balance. ال environmental balance يعني التوازن البيئي. هل ينفع؟ وانا عاوزكم تفكروا في الموضوع ده. هل ينفع ان انا اجي واحد مثلا ما بيحبش القطط، تخيل معايا الموضوع ده، بلاش القطط، خليها مثلا واحد ما بيحبش الكلاب، وهو ما بيحبش الكلاب يعني، هو قرر كده صحي الصبح وقال بص انا هخلص على الكلاب اللي في العالم كله، مش في العالم، في المدينه بتاعته. فصحي، وطبعا ده حاجه غلط اللي بيعمله، ده حاجه غلط هنفهم بعد كده. وصحي قال انا هموت الكلاب اللي في المدينه كلها. اولا التصرف ده تصرف خاطئ، لان ده هيعمل حاجه اسمها environmental imbalance، وبالفعل ده حصل قبل كده في مدينه، وفي المدينه دي هم قرروا ان هم يموتوا الكلاب، الدوكس قرروا ان هم يموتوا، وفعلا حطوا لهم سم في الاكل، في اللحمه كده، وسابوا اللحمه في الشوارع وراحوا كلوا، وطبعا ايه جالهم تسمم الكلاب وماتت. سؤالي هنا، هل المدينه هيحصل فيها مشكله ولا عادي جدا ان الكلاب تختفي؟ يعني خلينا نفكر كده في الموضوع ده مع بعض يعني، هل طبيعي او هل عادي ان يختفي عنصر من عناصر البيئه؟ ميستيك، برافو. هيحصل مشكله كبيره، انا بقرا تعليقك. ورماس، برافو يا رماس. هيحصل مشكله، وفي ناس قايله ان مش هيحصل مشكله، في ناس بتقول ان عادي، ايه المشكله اللي هتحصل؟ بس هو في الحقيقه هيحصل مشكله. ولما هم عملوا ده فعلا، ولما هم عملوا كده فعلا، لقوا ايه؟ لقوا ان القطط، ركزوا معايا في الموضوع ده بقى، لقوا ان القطط بدات تزيد جدا يعني، بدا القطط، عدد القطط في المدينه دي بدا يزيد جدا. هم خلصوا من الكلاب اللي هي كانت عماله تهوهو ومضايقاهم، لقوا القطط، لقوا الـ 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 الكاتس بدأت تنتشر بطريقة رهيبة، وبدأ القطط تجننهم وتخش لهم جوه البيوت ويتحركوا ويعملوا وبتاع. فقرروا قالوا ايه، طب بص احنا هنموت القطط، ما هو خلاص مفيش كلاب. فالقطة خدت راحتها، القطة ما بقاش فيه بريدتور يعني مفترس. كان الأول الكلب يقف يهوهو فيخوف القطط فالقطط تجري، دلوقتي القطه مش خايفه من الكلب، مفيش كلب. فبدات القطه تخلف وتخلف وتعيش وتكتر وتعيش وتكتر، واصبح ان القطط مسيطره على الايه؟ على المدينه، وبوظت لهم الدنيا خالص. فصحيوا الصبح قالوا بص، طب احنا هنموت القطط، احنا خلاص احنا مش عايزين القطط دي، فقلنا نموت القطط. وفعلا حطوا القطط سم وموتوهم. هل هم كده حلوا المشكله؟ يعني هل لما هم موتوا القطط والدنيا خلاص خلصت من القطط، هل كده فعلا المشكله اتحلت ولا لسه في مشكله؟ برافو سهام، كاتبه ايه؟ رات ابير. طب ما الفيران هتظهر. لا، في مشكله، لان فعلا لما هم يعملوا كده، لان هم لما هيموتوا القطط خالص الفيران هتظهر يعني، هتلاقي الفيران، الفار بدا يظهر تاني. وبالفعل ده اللي حصل، بدا الفار يظهر، وبدا الفار ما هو مش خايف من القطه، ما هو ما فيش قطه، ما هو احنا موتنا القطه، فاهم، او القطط اللي في المجتمع كلها. فاصبح الفيران بدات تظهر، وبدا الفار يتجوز ويخلف ويعيش، وراح ياكل المحصول كله، واصبح الفيران كلها بقت مسيطره على المدينه بحالها. وهكذا فضلوا يموتوا الفيران، ظهر بعد الفيران مجموعه من التعابين، وموتوا التعابين، ظهر بعد التعابين ضفادع، وبدأت المشكلة تحصل، لأن هما في البداية خالص زي بقى ما أمل بتقول، بسبب التوازن البيئي، زي ما هما موتوا كلاب من الأول وأخفوا عنصر من عناصر المجتمع، أصبح كده في مشكلة في البيئة دي.
وده المفهوم اللي احنا بنتكلم عنه في يونت 4. يونت 4 احنا بنتكلم اختلال التوازن البيئي. طبعا انا ما بحبش الكومنتس بالعربي، بس خلينا بس كون دي البدايه، فاحنا واحده واحده مع بعض، بس بعد كده هنتكلم بالانجلش بس. فباي disappearing of one of components في الانفايرمنت، الانفايرمنت يعني واحد disappearing ان في عنصر اختفى من عناصر البيئه اللي هو مثلا الدوك في الاول خالص، حصل حاجه اسمها imbalance. الامبالانس ده اللي هو عدم التوازن، حصل عدم توازن في البيئه وسبب ان العدد بتاع الليفنج اورجانيزمز ما بقاش مظبوط، بقى في اختلال في التوازن البيئي. فاحنا في اليونت الاخيره هنتكلم بقى عن ايه، هنتكلم عن تو ليسنز. الليسن الاول اسمه فود ريليشن شيبس امونج ليفنج اورجانيزمز، هنتكلم عن العلاقات بين الكائنات الحيه، وهنتكلم عن انفايرمنتال بالانس. دول الدرسين اللي احنا هنتكلم عنهم في اخر يونت خالص، اللي هي اليونت الايه، اليونت الاخير. مفهوم كده اخر تو يونتس. من كلب الى مصيبه فعلا، فاهمين اخر درسين. طبعا الموضوع اكبر من كده، يعني كده ممكن احد يقول لك ايه، هو احنا كده خلصنا المنهج؟ لا طبعا، احنا مش بنشرح، احنا بس من ايه، ازيك يا فريده عامله ايه، منوره. احنا مش بنشرح المنهج، احنا بندردش وبنفهم الموضوع. الصفحه اسمها صفحتي على الفيسبوك اسمها ساينس ويز مستر احمد الباشا. منور يا عمار، وعمار منورين يا شباب كلكم والله، ومحمد حسين. حلو قوي. يبقى احنا كده فهمنا ان في مجموعه دروس عندنا، هراجعهم معاكم بسرعه للي حابب ان هو ايه يعرفهم. احنا قلنا ان احنا عندنا اول يونت فيها 4 ليسنز. الفور ليسنز دولت لايت وي سينج كلرد اوبجكتس، دول بيتكلموا عن اللايت، عن الضوء. بعد كده عندنا ماجنتيزم، وعندنا ماجنتيزم اند الكتريستي، يعني درسين بيتكلموا عن الماجنت والمغناطيس وكده، وده مسلي جدا وحلو، هتحبوه يعني الدرس ده. بعد كده عندنا درسين تانيين بيتكلموا عن حاجه اسمها ميكتشر اند سوليوشنز. وبعد كده عندنا دول بيتكلموا عن ان احنا نخلط الحاجات ببعضها. وبعد كده عندنا درسين بيتكلموا عن انفايرمنتال بالانس او ريليشن بتوين ليفنج اورجانيزمز وعلاقة الكائنات ببعضها. طيب الخطوة اللي جاية ان شاء الله ان احنا هنبتدي مع بعض نفهم ان شاء الله في اللايف اللي جاي ازاي ان احنا نذاكر الساينس، وازاي ان احنا نكون شاطرين في الساينس ان شاء الله. واللايف اللي جاي انا لسه مش محدد هنقول فيه ايه. شكرا يا ريم والله. والفكرة الاساسية انا عاوز اعرف انتو السنة الجاية إن شاء الله أنا هنزل فيديوهات عادي زي كل سنة. السؤال هنا، أنتوا حابين نتقابل مرة كل أسبوع هيبقى للحل فقط، يعني هيبقى للأسئلة فقط ماشي، مش شرح. هنقعد هقول أسئلة وأنتوا تجاوبوا، والشاطر فيكوا هنفكر بقى نديله هدية إيه. شكرا يا شباب. خلاص اتفقنا. يبقى احنا كده هنتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي. انا لسه مش محدد بالظبط الاسبوع الجاي هنعمل ايه، ولكن المره الجايه ان شاء الله احتمال ان انا ابتدي افهمكم اكتر عن الساينس، او نتكلم نختار موضوع والموضوع ده نتكلم عنه ان شاء الله ماشي. قبل ما اخلص بس اللايف، انا حابب اعرف انتوا من محافظه ايه. انا شايف ان انا عندي محافظات كتير وناس من محافظات مختلفه، فقولوا لي كده انتوا من محافظه ايه. نورة يا فرح. أنا من القاهرة. منورة بتقول القاهرة، جيزة إن شاء الله، القاهرة جيزة، اسكندرية، ألكسندريا، سوهاج، كفر الشيخ، منورين والله، دمياط، أهلا وسهلا، وجيزة وبورسعيد والدقهلية، أكتوبر والمنصورة وطنطا، ما شاء الله مصر كلها موجودة. وانا متشرف بيكم والله، وانتوا منورين. وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي باذن الله. وانا مستني منكم ان تدوروا على الماجنت وتقولوا لي ثلاث حاجات الماجنت بيعمل لهم اتراكت. اتراكت يعني يجذب. اكتب لي كده ماجنتيك ماتيريال. ماجنتيك ماتيريال يعني ماده تنفع تشد الحاجات. اكتب لي 1 2 3 اي حاجه عندك في الشقه ماشي، ايرون، نيل،
مثلا اي حاجه ماشي دور ونون ماجنتيك ماتيريال، وانا كده خلصت اللايف. لو حد عنده اي سؤال ممكن ان هو يسال كله. منورين، اهلا وسهلا. حابين نعمل لايف الحد اللي جاي الساعة 10 ولا لا؟ اللايف بيكون الساعة 10. هدف اللايف ان احنا نتواصل مع بعض وندردش مع بعض. ان شاء الله نتقابل بإذن الله. و باي باي. شكرا لكم. باي باي. منورة يا مريم، أنا ما قفلتش اللايف لسه، بس بتقولي قول مريم. أهلا يا مريم، منورة الدنيا.